قال وإن عز علي فراقها ولكن يا أسماء مو هذا اللي خلاني يجي واترك جسده. قالت له يا أمير المؤمنين إذن ما هو؟ قال يا أسماء فاطمة قبل وفاتها أوصتني بأن أغسلها من فوق ثيابها وألا أجردها من أثوابها، والآن عرفت السبب يا أسماء. بينما أنا أمر بيدي على صدرها هوت يدي إذ وجدت ضلعا من أضلاعها مكسرا. هاي حالة أمير المؤمنين، حالة أمير المؤمنين مع الزهراء يترك جسدها لما يشوف ضلع من أضلاعها مكسور. كيف بحالة زينب لما رأت أخاها سيد شباب أهل الجنة مطروحا على رمضاء كربلاء وخيل العدا تجول على صدره؟ زينب تسمع وتشوف، خود شوف تشوف الخيل شلون تروح وتجي. السيد الحميري ليش يعبر نعم عن الخيل بالأعوجية؟ ليش ليش يقولون هاي الخيل لما ركبها نعم الخيالة وأرادوا أن يردوا صدر الحسين ما وافقت هاي الخيل، فكانت تقفز عن جسد الحسين حتى يخلوها تدوس على ضلوع الحسين. كانوا يشدون الجامة فانعوج راسها، سميت بالأعوجية. ولا ولا زينب تشوف بعيونها وتسمع. ماذا تسمع؟ عجيب. ماذا تسمع؟ تسمع صوت تكسر أضلاع الحسين، تنادي يا ناس يا ناس أما فيكم مسلم يدفن هذا الشهيد؟ صاحت خويا 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 ما نختك يا خويا وجيت يمك. الله يساعد قلب زينب، هي تجي يم أخوها تشوف سيد شباب أهل الجنة بهاي الحالة. ما نختك يا خويا وجيت يمك يمك أنا لقيتك غسيل بفيض أقرب وضمك، أخاف أخاف المصاويبك تلكمك. خيانة كل ما أريد أقرب وشمك، أخاف النجر وروحك خواوية تلمك. والله لو إنها لو إنها اسمع أمنية زينب بهذا الموقف، والله لو إنها لو انها حاضرة بهاليوم امك ويجي الطيار ويجي بوك علي والطيار عمك، خويا ما كان راح ضياع دمك. ترك الألباب حيرة
وبالعراء ثلاثا جسمه تنيكا. نسألك يا الله